يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا متابعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقه جديده نتواصل فيها معاكم ومن خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت والقناه 3 الرياضي منها تحديدا، وبرنامج واعدون. هذا البرنامج اللي نحاول من خلاله تسليط الضوء على حياه رياضي واعد من جانبين، الجانب الشخصي والجانب الرياضي، واسباب دخوله لهذه الرياضه وكيفيه دخوله لهذه الرياضه، الانجازات اللي حققها وطموحه اللي حاب يحققها ايضا من رياضته المفضله واللي مارسها بالتاكيد. خلونا نطلع في فاصل قصير مشاهدي الكرام، بعد الفاصل ان شاء الله نبلش مع ضيف رياضي واعد لحلقه اليوم من برنامج واعدون. حمد محمد الراشد، لاعب كرة سلة نادي النصر تحت 17 سنة. مركزي شوتينج جارد وسمول فورورد 2 و3. شوتينج جارد مهمته انه يشوت ويكون يعني هم يقدر يلعب بوينت جارد. تمريننا يومي عدا يوم الجمعة من الساعة 6 لين الساعة 8. نبدي اول شيء لعب ربع ساعة، بعدين ستريتشات، بعدين عاد نبدي ناخذ خطط وجيم. أصعب تمرين اللي يكون بدون كرة اللي ركض، وأسهل تمرين اللي يكون 1v1. أكثر إصابة يعني عند لعيبة السلة الأنكل، صعب إنك يعني تقويها بس تقدر يعني بستريتشات، لازم نسوي استريتشات عدل وإن شاء الله ما تجيك إصابة. قبل كنت ألعب نادي كويس، حققنا موسم 2022-23 الدوري والكأس الأول، والمركز الثاني موسم 22-21. كابتن يعني اللي طور مستواي كابتن محمد عباس يعطيه العافيه. انا دشيت يعني بعمر كبير، هو يعني اللي مرني ومنها يعني الى الحين قاعد العب. المباراه اللي ما انساها اول مباراه لي ضد نادي اليرموك ويا نادي الكويت. المباراه كانت بصاله الاتحاد، يعني اجواء جديده علي وتوتر، بس الحمد لله لعبنا زين بالمباراه. التمرين قبل المباراه يكون اغلبها خطط غير السرتشات، يعني اغلبها نلعب جيم بيننا عشان نستعد للمباراه. اما اذا ما في مباراه عادي نلعب 1v1 2v2 عادي. طموحي ادخل المنتخب واوصل للاحتراف ان شاء الله. لما اطالع لعيبه عالميين استفيد اني اشوف الملعب من برا وهو شلون يحرك الملعب، واستفيد من الحركات اللي يطبقها واحاول يعني اطبقها. قدوتي محليا عبد الرحمن جمعه، وعالميا ليبرون جيمس. كان عندي نقطه ضعف اني اخاف ادش تحت السله، بس تعودت يعني، حتى مثلا لو اتبلك مره ولا مرتين بس عادي يعني، مع الوقت صرت احسن. بالعطله قبل تمرين النادي اروح اتمرن حديد او كروسفيت، بعدين اتمرن سله. ناس تشوف صعب ان ترتب بين الدراسه والنادي وتوزن بينهم، بس يعني مع الوقت انت ان شاء الله تقدر توصل بين. شجعني باللعبه الصراحه الوالد والوالده، يعني لما اغيب يسالوني ليش غايب ويشجعوني اني ما اغيب. اذا بطور نفسي كلاعب لازم التزم بالتمرين شبه يومي، والنادي يوفر لنا معسكرات او تمرينين باليوم. شلون تعدل بين الدراسه والنادي؟ اول شيء الكل عنده وقت، بس انت لازم تنظم وقتك عدل. يعني مثلا النادي ساعتين ثلاثه باليوم، ومن ورا ما ترد من النادي تدري ساعات. التزام بالتمرين اكيد يتطور من اللاعب حيل بعد مو شويه. بس يعني بعض الناس يشوفون انه صعب يلتزم بالتمرين. نصيحتي اللي مو داش النادي انصحهم انهم يدشون النادي، منها هوايه وتعدل جسمك مره. اسمي عمرو علاء سعد، عمري 16 سنة، ألعب نادي الجهرة لعبتي كرة القدم من 8 سنين قاعد ألعب. والله البداية أنا من وأنا صغير يعني حتى قبل لا أدش أي نادي أو أي أكاديمية كنت ألعب بالبيت وبس، بعدين دشيت النادي بـ 2016
صار لي 8 سنين الحين. كرة القدم رياضة بملعب كبير 11x11، فريقين، كل فريق 11 لاعب، ويعني في قوانين وقواعد واجد، أوفسايد وغيره. بالنسبة حق أي رياضة ثانية أنا ما لعبت غير كرة القدم. أبرز إنجاز حققته بكرة القدم إن حققت الموسم اللي قبل اللي طاف الثالث بالكأس فريق الجهرة، وبعد موسم اللي قبل اللي طاف حققنا بعد الرابع، والله لعبت بمراكز واجد، نص مهاجم راس حربة ومدافع قلب وباك، واللي قاعد ألعب الحين قلب ووسط. تجهز حق المباراة بأسبوع، قبل المباراة بأسبوع تمرين مكثف، قبل المباراة بيومين كذي تمرين خفيف. اللاعب اللي متفاهم معه والله في لاعبين واجد، بس أبرزهم جراح إبراهيم وزيد ونواف وعلي، لأن في كيمستري بيننا، لأن زينين يعني نفهم بعض. والله مدربيني دربوني ناس واجد مثل موبي سلوفيني وماركو الصربي، بس الحين اللي قاعد يدربني كابتن مطير شرقاط وكابتن ناصر. والله أنا أتمرن 5 مرات بالأسبوع بالنادي، بالبيت بعد أنا أسوي تمارين حق نفسي، وحوالي التمرين ساعة ونص بالبيت نص ساعة. تمارين اللي أخذها بالنادي تمارين لياقة، تمارين فنية، تمارين تسديد، إنها تحركات واجد غيره. والله أسهل تمرين عندي هو الدائرة أو الروندو، وأصعب تمرين هو اللي لعب تحت ضغط. أفضل مباراة لعبتها مع فريقي مباراة الموسم اللي طاف ضد صليبي خاط بالكاس، فزنا 5-0 وأنا سجلت جول ما أقدر أنساه، لأنه كانت يعني حيل زين المباراة وأنا لعبت زين. والله المدربين اللي قارنين يجهزون نفسياً أول شيء، بعدها بدنياً نبدأ ندش بالتمرين، نفسياً يكلموننا واجد، يعطونا اهتمام قبله بيوم بيومين. طموح إني ألعب برا أحترف أوروبا وأوصل المنتخب. استفدت من كرة القدم الصبر، وإنك لازم تتعب عشان توصل حق شيء اللي تبيه. اللي قاعد أتعلمه وأنا قاعد طالع مباريات على مركزي، إن قاعد أتعلم التحركات، الهدوء على الكرة، أشوف اللاعبين الكبار شلون يفكر، شلون يتصرف هالموقف، إذا عليه ضغط شلون يتصرف. والله أنا واجد حاسني توتر أو نرفز أو عصبية، والله أنا أذكر ربي وأحاول أهدي وأخذ نفس طويل، وبس كان عندي نقطة ضعف في رجلي اليسار، بس الحمد لله قاعد أطورها الحين. التدريبات الخاصة اللي أخذها أنا مع نفسي يعني بالبيت، بلانك وضغط ومعدة وركض. قدوتي على مستوى كرة القدم داخل الكويت وائل سليمان مدافع حق الجهرة، وعالميا يعني فان دايك وراموس مالديني مدافعين واجد. والله رغمي بالفريق رقم 5 لاني احب زيدان حيل. شروط انك تبي تصير رياضي ناجح انك تعطي كل شيء حقه وتعطي اللعبه حقها، تعطي كل شيء وقته، وتحاول انك تتعب عشانه. والله اكثر شخص يشجعني والله بالبيت الوالد الله يحفظه، بالمدربين بنادي الجاره كلهم، والله كابتن عبد الله السايمي، كابتن مطير وغيره واجد. والله النظام الغذائي يلعب دور مهم بحياه لاعب كره القدم او اي رياضي، لانه هو يعني هو الاساس. انت اذا شنو قاعد تدخل حق جسمك اهم شيء. اكثر مهاره اكتسبتها من كره القدم هي الهدوء والصبر والتركيز، وانك يعني تعطي كل شيء وقته. الفريق اللي احب اشجعه داخل الكويت هو نادي الجهره، وبرا الكويت برشلونه. والله النصيحه اللي احب اقدمها حق الشباب اللي من عمري اللي ما يلعب رياضه، ان لازم تجرب، لازم تسوي اي نشاط بحياتك، لان القعده مو زينه حق صحتك حق نفسك، والرياضه متعه وهوايه زينه. والحين مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم برنامج واعدون، عشنا معاكم من خلال هذه الدقائق البسيطة في حياة هذا الرياضي الواعد من عدة جوانب شخصية وكذلك رياضية، أهم الإنجازات اللي حققها، طموحه كذلك اللي حاب يحققها على مدى السنوات القادمة إن شاء الله، والصعوبات اللي واجهها وكيفية التغلب على هذه الصعوبات. دعوة هذا الرياضي أيضا لإقرانا من الشباب بأهمية الرياضة في حياتنا اليومية وممارسة الرياضة، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة مع أبطال رياضيون واعدون جدد في برنامج واعدون. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.